رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، والحين ننتقل الى فقره الاسعافات الاوليه. موضوعنا اليوم هو عن الاختناق. بس عايشة، قبل ما نروح نشوف التقرير، هل عندك فكره عن الاختناق؟ شوف، يعني انا اول ما كان عندي فكره، لكن اثناء برنامج صباح الشرقيه لما نجيب دكاتره اسعافات اوليه وغيره، نعرف عند مثلا بلع الياهل لعمله مثلا درهم او غيره، ان نجلب الياهل ونحط على ايدنا وشوي نتحنى، ما ادري شو يقولون عاد بالمصطلح. نعم، ويظهرون دحان. نعم، زين، ويظهرون العمله. اما الامور الثانيه، وبعد قبل فتره عرضت لنا سميه تقرير اللي هو تبع الكسر او غيره، اللي لما نجيب مجله وبعدين نجيب مثلا قطعه وطريقه الوضع، من هذه الاشياء ممكن اني استفيد، لكن قبل بصراحه لا. لكن انت ماخذ دوره يعني يعقوب؟ ايه صحيح، عندي دورات إسعافات أولية أخذتها في لما كنت في المجال العسكري في الخدمة الوطنية. طبعا الإسعافات الأولية بشكل عام نتكلم عن مثلا إذا صار حادث، مثلا إذا صار حادث مثلا كيف أنت تتعامل مع الشخص اللي داخل السيارة، أو مثلا في حال مثلا الاختناق مثل ما تقولين. خلونا نشوف هذه الفقرة وراجع لكم. نتكلم اليوم إن شاء الله عن الإسعافات الأولية في حالة الاختناق. الاختناق هو وجود جسم غريب في مجرى الهواء الرئيسي، اللي هو القصبة الهوائية أو الشعب الهوائية الرئيسية. لو حدث حالة اختناق أمامك، كيف تتصرف؟ بالنسبة للاختناق، احنا قسمناه إلى قسمين. لو كان المريض كبير يعني بالغ، تم إجراء إسعافات أولية عن طريقة معينة، وهي ضغطات متواصلة في البطن. لو كان المريض طفل أقل من سنة، تختلف الإجراءات عن الطفل، يكون العمر من بين سنتين إلى مرحلة البلوغ. لو أنا معي مريض مصاب والواضح أنه هو صارت لحالة اختناق، بدأ فجأة مثلا شنو عنده صعوبة في التنفس، وواضح عليه أنه هو مثلا مختنق، الإجراء الفوري اللي نعملوه، تيجي من خلف المريض، تقبض يدك اليمنى على يدك اليسرى، وتضع هذا في أعلى بطن المريض بالشكل هذا، وثم تقوم بإجراء ضغطات متواصلة بالشكل هذا. في حالة المريض يكون طفل بس عمره أكثر من سنة وأقل من 12 سنة، ممكن ننوم الطفل هذا على ظهره ونقوم بإجراء بعض الضغطات على البطن بالشكل هذا. نجي نفس الشيء لأعلى البطن ونضع اليدين الاثنين فوق بعض، ثم نقوم بإجراء 5 ضغطات متواصلة مع الضغط في اتجاه الصدر بشكل هذا. لو كان المريض طفل أقل من سنة، الإجراء في حالة الاختناق هو إجراء 5 ضربات متواصلة على الظهر، يعني يوضع الطفل بشكل هذا، ممكن على الركبتين، ثم تقام ب5 ضربات متواصلة، ثم يقلب الجهة الثانية بحيث يكون رأسه أسفل من باقي من الجسم، وإجراء ضغطات 5 ضغطات متواصلة على عظام الترقوة، وتعاد هذه إلى أن يخرج الجسم الغريب من المجرى الهواء. لا قدر الله لو الطفل صار حالة إغماء، ممكن ننتقل بعدين إلى الإنعاش القلبي. الإجراءات هذه احنا نسوي فيها لما بنعمل مثلا الضغط في البطن في المريض البالغ، ولا الضغطات على البطن على نفس الشيء الطفل اللي أكبر من سنة، ولا نفس الشيء الخبطات اللي في الظهر والضغطات على عظام الترقوة. الهدف منها هي دفع الهواء اللي موجود في الرئتين إلى المجرى الهواء العلوي، ومحاولة إزالة الجسم الغريب الموجود في القصبة الهوائية أو في الشعب الهوائي العليا حتى تزال مرحلة الاختناق.
طبعا شاهدنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير عن الاسعافات الاوليه، يمكن خدتي فكره بشكل. وقبل لا نظهر التقرير الثاني حابه اقول للمشاهدين ان يعقوب ما اخذ شهاده في الاسعافات الاوليه، يعني حتى لما الدكتور كان يتكلم هو كان يعلق. صحيح. نعم، فشو ما اخذ يعقوب؟ هي هذا مثل ما قلنا دورة الإسعافات الأولية. مستهينة في يعقوب، لكن والله إنه يعقوب بالفعل ما أخذ شهادة. شوفي دائما سليمان يعني دائما هو يعقوب ترى على فكرة يعني من الناس المحبين اللي دائما يدخلون دورات وغيرها. صحيح، عندي أكثر من دورة، لكن دورة الإسعافات الأولية مهمة جدا عايشة، خصوصا مثل ما ذكرت يمكن قبل التقرير ممكن إنك أنت تتعرض لحادث، كيف أنت تتصرف، كيف تخرج أنت هالشخص من السيارة وغيره من هالأمور. طبعا هو في مجالات كثيره ممكن ان نتكلم عنها. والله محمد يقول لي خلي المصور هنا وطبق عليه. لا ما اظن يرضى عارف حتى الضغط لما عدد ضغطات معينه يعقوب، يعني لما الدكتور ضغط قلت 21 ضغط. 21 ضغط ليش 21 ضغط بالذات؟ هو بصراحه ما اعرف ليش بالضبط، لكن في اكيد يعني يمكن ممكن انك انت تعيد انعاش هذا الشخص عن طريق 21 ضغط. والظهر بعد نفس الشيء؟ الظهر تقريبا بعد نفس الشيء. نعم، فهذه المعلومات يمكن الشاملة. وشو اللي خلاك انك تاخذ دورة اسعافات اولية؟ هذه كانت من المتطلبات من لما كنت في الخدمة الوطنية، كانت نعم. من ضمن المتطلبات اللي الموجودة. خلصتها الحمد لله رب العالمين اللي هي شو اسمها؟ الاسعافات الاولية. حلو، يعني الواحد ياخذ فكرة اذا صار حادث بسيط قدامه لا سمح الله ممكن انه يتصرف قبل الذهاب الى المستشفى في نفس الوقت وغيره. صحيح. فجميل ان الواحد مثلا ياخذ مثل هذه الدورة. صحيح. والحين الحين طبعا مشاهدينا ننتقل الى تقرير يتكلم عن المياه العذبة في الامارات، خلونا نتابع. تحتل دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة الثانية خليجيا في مشاريع ومصانع تعبئة مياه الشرب، ويوجد في الدولة ما يزيد على 25 مصنعا اضافة الى عشرات الشركات العاملة بالقطاع، والتي تنتج ملايين العبوات من المياه الصالحة للشرب بشكل يومي. تنجز خطوط الإنتاج كافة العمليات المطلوبة لتعبئة عبوات المياه بقياسات مختلفة، وتتنوع خطوط الإنتاج في العديد من المواصفات لتناسب تعبئة المياه النقية والمعدنية. وتتألف هذه الخطوط بصورة عامة من عدة مراحل، ومنها تعبئة المياه وتركيب وإغلاق الأغطية وآلات التغليف النهائي. تحرص دولة الإمارات على نقاوة مياه الشرب ومواكبة أحدث التقنيات عالمياً في مجال تصنيع وتعبئة المياه المعدنية من خلال ضخ المياه من آبار للشرب بعيداً عن مجاري الصرف الصحي حتى تحول دون اختلاطه به. أما بالنسبة لاستخدام مياه الأمطار في التعبئة فهي مياه عذبة وصالحة للشرب، وذلك بعد مرورها بعدة مراحل تبدأ بالتجمع في الخزانات المخصصة والتأكد من عدم وجود أي عوالق بهذه المياه. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، طبعا بعد هذا التقرير المياه العذبة المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا اللي أعرف أن ماي إيفيان دايركت يعني عشان يتم تعبئته من الينابيع الموجودة، الينابيع لين مثلا خلينا نقول الدبب الموجودة، يعني ما يتم أبدا تصفيته ماي نقي 100%. وحتى المياه العذبة يعقوب من ناحية الصوديوم والأشياء الأخرى، يعني واجب يجب على كل شخص أن يقوم بقراءة هذه الأشياء الموجودة على علبة المياه. والحين مشاهدينا من الماي إلى الأكل المصري، من الأكلات اللي تعودنا عليها. نعم. خلونا نشوف هذا التقرير اللي يتكلم عن المطبخ المصري وأكلاته. يعتبر المطبخ المصري من أكثر المطابخ عراقة وأصالة، يجمع تأثره من الأكلات الشامية والتركية خاصة نتيجة لاستقرار العهد العثماني في المنطقة. يتميز بأطباقه المتنوعة المعتمدة كثيرا على الأرز، كما يشتهر بحلوياته الشهية
كما تأثرت الحضارات الأخرى بفنون الطهي وتنوع الأطباق الشعبية لدى المصريين. ينقسم المطبخ المصري إلى مطابخ فرعية ينتشر فيها الأكل المصري العادي والأكل البدوي المتأثر بأكلات الخليج العربي والمطبخ الشعبي وغيرها، كما أنه غني ومتنوع ينافس أشهر المطابخ العالمية وقد يفوقها جميعاً من حيث تنوع المكونات المستخدمة به وعدد أطباقه الغير متناهي سواء كأطباق رئيسة أو مقبلات. من أشهر الأكلات المصرية الكشري، وهو أقل تكلفة وذات قيمة غذائية عالية، وأول من ذكره في التاريخ الرحالة العربي ابن بطوطة. أما طبق ورق العنب هو بالأصل أكلة عثمانية، ويعني ورق الشجر بشكل عام أو ورق العنب بشكل خاص. تختلف طريقة تحضيره من بلد إلى آخر، وأكثر البلدان شهرة بهذه الأكلة سوريا ولبنان، والعديد من الأطباق المختلفة التي بدأت تتماشى مع الثقافة الخليجية وباتت من أهم الأطباق في التقديم. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا بعض الأكلات الشعبية. يعقوب، أنت من محبي الأكل المصري، عفوا الأكلات المصرية، أنت من محبي الأكل المصري؟ أكيد طبعا، المحشي والكشري دائما، يعني مو بدائما لكن هي. أنا محب الأكل المصري. لما ما تلتزم على نمط حياة صحي تروح لهذه الوجبات، كشري دايركت. نعم. الحين وصلنا لفقرة المعلومات الغريبة. أول معلومة عندي تخص النوم. المعلومة تقول النوم في التراث الآسيوي الكوري هو شيء مقدس، يمنع على أي فرد أن يوقظ شخصا من نومه مهما كانت الأسباب. يعني ممنوع أن أحد يوعي شخص من نومه لأي سبب كان. صراحة وانت يعقوب بس يعيش عندهم. معلومتك شو تقول؟ طبعا معلومتي مشاهدينا الكرام تقول بمجرد لمس الاوراق النقديه في مناسبات غير متوقعه قد يحسن مزاج الانسان بشكل عام ويساعد على التخلص من المشاعر السلبيه مهما كانت في تلك اللحظه، ويعود سبب ذلك الى انجذاب الانسان الفطري الى المال مما يجعله ينسى كل شيء. يعني مناسبات غير متوقعة النثور يعني ولا شو يقصدون؟ لا مثلا انت في البيت مثلا، يا مثلا ريلك ويا ابوك ولا حد من اخوانك اعطاك 10,000. يا سلام، هي انت من الحين استانستي عايشة، شفتي كيف؟ انا استانست. نعم. اما معلومتنا الثانية تقول نفسيا المرأة تستطيع اخفاء حزنها لمدة اسبوعين على الاقل، لكنها لا تستطيع اخفاء فرحتها وسعادتها لمدة اكثر من ساعة. يا حليلها وايد تتحمل الحرمة. فالمرأة بطبيعتها البيولوجية اذا كانت تعيسة تظل ساكتة طوال الوقت ولا تنطق بكلمة، اما اذا كانت سعيدة قد لا تتوقف عن الكلام ولو بشكل عشوائي. ما ادري، انا اقرا المعلومة وشوي بضحك. يقول لك ان الحرمة اذا كانت حزينة او تعيسة ما تتكلم ابدا ابدا، هي واذا كانت فرحانة ما تتوقف من الكلام. تصدقي انت شو تشوفي؟ انت شو رايك؟ شو اشوف؟ ممكن صح، يعني اذا انا كنت حزينة ما تتكلم ابدا. انا مثلا كنت متضايقة ما احب اتكلم، ما احب اتواصل مع الناس، ما احب. اما اذا كنت سعيدة بالفعل ما احب يعني تشوفني هي اسولف واضحك. ممكن، يمكن صح. جميل، صحيح. معلومتنا الأخيرة تخص الحريم. عائشة يقولون 3 سنوات هو المعدل الذي تقضي النساء من حياتهم أمام حجرة الملابس في التفكير فقط فيما يجب عليهم ارتدائه في كل مناسبة، وبحسب منظمة الصحة فإن هذا الوسواس يصنف كاضطراب نفسي ولازم أكثر من 1/3 الفتيات البالغات حول العالم. 3 سنوات بس وهي تختار شو تبغى تلبس. 3 سنوات لما تلبس، 3 سنوات لما يعني تاخذ الملابس. بقول لك شيء، يعني انا يعقوب اذا في مناسبه مثلا صارت، مثلا الحين نقدر نقول شهر 2 صارت في نص 3، من الحين افكر باللبس اللي بلبسه في هذه المناسبه. جميل، يعني هذا ممكن يكون حتى من الاضطراب النفسي. انت يعني لما قلت 3 سنوات بس، هذا من عمرك ككل، انك انت بس لما لان انتم اصلا ما عندكم الا كنادير وغتر وغيره، اما الحريم هو اريح لكم في الحقيقه طبعًا. يعني فنحن لازم نفكر، لازم مثلا اذا في مناسبه قبلها بوقت، يعني شو المناسبه وطبيعه اللبس وغيره، فهذا ياخذ وقت.
المخرج مستعجل يبانا نختم خلاص. خلاص مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، اشوفكم ان شاء الله باكر في حلقه جديده يوم الثلاثاء. مع السلامه. مع السلامه مشاهدينا.